ويذكرون أن أحد الجاهليين كان له إله يعبده، وكانت لهم آلهة تعبد. أجعل الآلهة إلها واحد، فهم لهم آلهة كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فتحها الله له جل وعلا، وجد حول الكعبة وداخلها وفوقها 360 صنما. هذا بس عند الكعبة. تصور باقي أهل الجاهلية كم يعبد، تصور اليوم كم يعبد الناس من الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل كان له إله يعبده، صنم هو الذي صنعه، هو الذي سواه. فكان جالسا في يوم من الأيام والصنم بعيد عنه، فجاء ثعلب فرفع رجله وشغر على باله على الصنم، فهذا غضب غضبا شديدا، فذهب يركض خلف الثعلب، يعني يريد أن يمسكه يقطعه بيده. فر الثعلب، فلما وصل هذا إلى الصنم والثعلب قد فر وهو حنق غاضب، بعد أن ذهب الثعلب يقول راحت السكرة وجت الفكرة، فنظر إلى الصنم فإذا كله بول من بول الثعلب، فقال في نفسه: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ كيف رب الثعلب يبول عليه؟ والثعلب من أحقر الحيوانات عند العرب، يعني لو أسد يمكن قبلها شوية. قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فقبح من رب، هذا ما يستحق أن يعبد، فقبح من رب. وبعدين من يكمل؟ وقبح عابده. يقول شرح علي اللي يعبدك مو كفو. إيه نعم، لأنه لا يدفع عن نفسه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هل يملك لغيره؟ ما يملك لغيره، فهذا لا يستحق أن يعبد. نعم.